يواجه برشلونة اختبارا سهلا الليلة عندما يستقبل ضيفه إبار على ملعب الكامب نو ضمن مباريات الجولة التاسعة من اللاليغا، ويسعى النادي الكتالوني لتحقيق انتصاره الثالث على التوالي رغم غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يستمر غيابه حتى منتصف شهر نوفمبر تشرين الثاني القادم. نعمل على تطبيق أساليب تكتيكية جديدة لتعويض غياب ميسي، إنه لاعب مهم ولكننا نمتلك العديد من اللاعبين البارزين لتحقيق نتائج جيدة في لقاء الليلة والمواجهة القادمة.